مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، الانطلاقه تتجدد مشاهدينا الكرام، وها هي انطلاقه شوطنا الخامس في مجموع الاشواط والشوط الخامس الذي تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، خصص للحجايج البكار ضمن الاشواط المفتوحه هنا لسن الحجايج على ارضيه هذا الميدان، ميدان دستور للهجن العربيه الاصيله هنا بالمرموم بدبي. نتابع معكم المسيرة، نتابع الانطلاق، نتابع الشاهينية. حمد بن راشد بمفتاح الشامسي من تسيطر على زمام الأمور، حلوة هنا. الخلف بن مبارك بالجافلة من تأتي على المركز الثاني، المركز الثالث تتواجد هنا مياس محمد بن عتيق بن سالم بالعرطي الحميري من تأتي على المركز الثالث، المركز الرابع هنا الوثبة لسيد أحمد بن محمد بن العظيلي العامري، ومن الجانب الآخر وصول هنا من الدرعية أحمد بن محمد بن غنام الهاملي، واسم جديد يتدخل منصورة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري من تأتي بهذا الانطلاق الجميل. هناك أيضا الشاهينية محمد بن سهيل بن غصنة العامري من تنطلق بدورها بهذا الأداء المميز، وصول من شعارة أيضا محمد بن معتوق العامري مع السايحة قادمة بهذا الأداء الجميل، ووصول هنا من زمرد عبد الله بن سعيد بن مصرح لحبابي قادمة أيضا بهذا الأداء الجميل، ووصل أيضا بن حلوقة الثامنة تاسع النشوة حمد بن سالم بن حلوقة من يأتينا بهذه الانطلاقة المتميزة، وعاشر المراكز هملولة حمد بن غرجب بن راشد الكتبي من تأتي على عاشر المراكز. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذا الظاهري من تسيطر على زمام الأمور على الصدارة على المركز الأول، تنفرد بصدارة هذا الشوط. سلام سلام يا أهل مدينة العين على هذا الأداء الجميل، وها هي لحظة وصول منصورة إلى خط النهاية لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، المركز الثاني عشق لسعيد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث النايع بن سالم بن نايع العقفلي، المركز الرابع وصلت أيضا لسيد سالم بن راهد بن حمد بن غدير، المركز الخامس الراهد بن سلطان بن حمدان من وصلت خامسا سادسا لأبو نواس. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لدى منصورة وأداؤها الجميل وعرضها المميز مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا 4:39 سبعا من الأجزاء من الثانية، أفضل توقيت حتى هذه اللحظات سجل تحت أقدام منصورة. تهانينا لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كان من نصيب عشق لسعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي من وصل